كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح قمة دول جوار السودان، حيث أكد على أن السودان يمر بأزمة عميقة لها تداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، خاصة دول الجوار. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة توحيد ورؤية الدول ومواقفها تجاه الأزمة واتخاذ قرارات تسهم في حل الأزمة السودانية بالتشاور مع المنظمات الإقليمية الفاعلة. وأشكركم على تلبية الدعوة لحضور هذه القمة المهمة التي تنعقد في لحظة تاريخية فارقة من عمر السودان الشقيق، يمر خلالها هذا البلد الجار العزيز على قلوبنا بأزمة عميقة لها تداعياتها السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وعلى دول جوار السودان بشكل خاص، باعتبارها الأشد تأثراً بالأزمة والأكثر فهماً ودراية بتعقيداتها، مما يتعين معه على دولنا توحيد رؤيتها ومواقفها تجاه الأزمة واتخاذ قرارات متناسقة وموحدة تسهم في حل الأزمة بالتشاور مع أطروحات المؤسسات الإقليمية الفعالة وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، حفاظاً على مصالح ومقدرات شعوب دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.